إمكان كل شخص باش يسجل شركة ولا جمعية ولا أي مهني ولا حرفي ولا تاجر في السجل الوطني للمؤسسات إنه يقوم بكل الإجراءات عن بعد. إجراء سهل وبسيط يربحك وقت وفلوس، وتتسلم بعد مدة وجيزة مضمون من السجل الوطني للمؤسسات وانت في مكتبك. كيفاش تتم العملية؟ أولاً لازم يكون ملفك كامل وعندك رقم باتيندا اللي هو في نفس الوقت رقم المعرف الوحيد للمؤسسة اللي باش تستعمله على المنصة الإلكترونية للسجل. من بعد تدخل على المنصة الإلكترونية للسجل وتقوم في 3 دقائق بإنشاء حساب خاص بيك، هذا إذا كان ما عندكش من قبل حساب. ثانياً تمشي لخانة تسجيل مؤسسة وتبع الإجراءات والمراحل بالوحدة بالوحدة وتملى البيانات، وكل مرحلة تكملها يتم تخزين بياناتها وتنجم ترجع في كل وقت باش تصلح ولا تغير بيانات مادام مازلت ما كملتش للأخر. بعد ما تكمل البيانات في جميع المراحل تحمل الوثائق المطلوبة، وننصحكم قبل ما تبعث كل شيء تتثبت مليح في المعلومات والبيانات والوثائق باش ما تتعطلش من بعد. ثالثاً باش تطلبك المنظومة في المرحلة هذه إذا تحب تختار تكمل الأخر إلكترونياً، وقتها لازم يكون عندك مفتاح افتراضي للإمضاء الإلكتروني ديجيجو اللي تاخذه من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. المفتاح هذا يخليك تكمل المرحلة الكل في مكتبك وتتمتع زيادة بتخفيض 50% من معاليم التسجيل. إذا ما عندكش مفتاح الإمضاء الإلكتروني مش مشكل، يمكنك الاختيار إنك تكمل الإجراءات في أقرب شباك للسجل، تهز الوثائق اللي حملتهم على المنظومة مع الوصل المؤقت وتتقدم بيهم للعون اللي باش يقوم بالتثبت من صحة الوثائق المحملة على المنظومة مقارنة بالوثائق اللي باش تقدمها له، ويقوم بتسليمك وصل نهائي. وبعدها ما عليك كان تدخل الفضاء الافتراضي متاعك على منصة السجل باش تتبع حال تقدم الملف متاعك واستخراج مضمون من السجل الوطني للمؤسسات.